بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج ساب 2000. ودلوقتي هندخل على البلاطات السوليد سلاب، وهي عبارة عن مجموعة من البلاطات مرتكزة على مجموعة من الكمرات والأعمدة. البلاطة بتبقى تخانتها من 10 ل 15 سنتي زي ما هو ظاهر عندي في البلان كده. مجموعة من الكمرات، في عندي كمرات 25 في 60 اللي هي ديت اللي هي المين بيمز، وفي عندي كمرات صغيرة 12 في 50، ومكتوب لي هنا ان الاول بيمز 25 في 60 ما عدا الشون كروس سيكشنز اللي هي على البلان دي. في هنا كاميرا انفيرتد بيم 12 في 50 عند سور البلكونه، في هنا كاميرات 12 في 50، هم الثلاث كاميرات الصغيرين دول. يبقى في عندي نموذجين هعرفهم للبرنامج، من ديفاين فريم سيكشن وعرف قطاع 25 في 60 وعرف قطاع 12 في 50. بالنسبه للبلاطات هعرفها على انها اريا سيكشن، السيكنس بتاعها 15 سنتي، اللايف لود عندي جيفن 2 من 10 طن على المتر المربع، الكفرنج ب 15 من 100 طن على المتر المربع، تخانة البلاطة 15 جيفن، ارتفاع الدور 3 متر، الوول سيكنس 12 سنتي. من الوول سيكنس وارتفاع الدور ممكن نطلع وزن الحيطة اللي هو تي وول في اتش وول في جاما بريك، ونبقى نحطه على الكاميرات يونيفورم لود. ندخل على برنامج ساب. اول حاجة نعدل الوحدات الى طن متر، ونعمل نيو موديل جريد اونلي، ونقول له هنا مش عايزين شبكه منتظمه، ونعمل اديت جريد، واكتب هنا المسافات بتاعه خطوط الشبكه على النظام اللي سبيسنج اسهل. هندخل اول حاجه في اتجاه اكس المسافات بتاعتنا من البلان، اول مسافه متر ونص، وبعدين متر وربع. هنعمل عند اي تقاطع بلاطات مع بعضها او كمرات مع بعضها خط شبكه بحيث اعرف ارسم البلاطه او الكمره دي. بعد كده في متر وربع، بعد كده 4 وربع، وبعدين متر ومتر ومتر ونص، وبعدين نخلص نعمل صفر. ممكن نسمي اسم الشبكه ديت 1 2 3 4 5 6 7، دول كده 8 خطوط شبكه في اتجاه اكس. وفي اتجاه واي المسافات بتاعتي، اول حاجه المسافه اللي تحت ديت متر وربع بتاعت البلكونه، وبعد كده في 2 متر، وبعدين في متر ومتر ونص، وبعدين في 2 ونص ومتر ونص وثلاثة ومتر ونص، وبعد كده ننهي بصفر ونسمي الخطوط ديت وليكن A B C D E F G H I. وفي الزد مش عايزين اي خطوط شبكة، ونصغر البابل سايز شوية نخليها 0.6 اللي هي هيتحط فيها اسم الجريد. اوكي، ظهر لي شاشتين، نقفل واحدة منهم ونكبر التانية، ونجيب ال X Y بلان. نبدا نعرف الكاميرات اللي عندي من ديفاين فريم سيكشن، والغي القطاعات القديمه ديت، ونعمل ديفاين فريم سيكشن، ونعمل اد ريكتانجولر اد نيو بروبرتي. في عندي هنا قطعين، الجيم الاولانيه 25 في 60 اسمها، الدبس بتاعها 0.6 والويدث بتاعها 0.25. اوكي، ونعمل كوبي منها، اد كوبي منها، نسميها بيم 12 في 50، الدبس بتاعها 0.5 والويدث بتاعها 0.12. اوكي، ونلغي القطاع اللي هو الدبليو 36 في 300. اوكي، ونبدا نرسم الكاميرات ديت على البلان. درو فريم، نختار القطاع اللي هنرسم بيه، وليكن هرسم الاول الكاميرات اللي هي 25 في 60، ونسيب المومنت ريليز كونتينوس، ونرسم الكاميرات بتاعتنا من هنا. مش شرط ان ارسم كل قطعة لوحدها، ممكن نرسمهم وفي الاخر نبقى نقطعهم بامر ديفايد فريمز، المهم ان انا ارسم بنفس القطاع اللي هو 25 في 60.
كده خلصنا الكاميرات الـ25 في 60، نجيب الكاميرا الـ12 في 50 نرسمها. في كاميرا نسيناها 25 في 60 اللي هي الكاميرا دي كانتليفر ده. كده خلصنا الكاميرات، نعمل اسكيب. باقي ان انا ارسم البلاطات. في الاول لازم نعرف قطاع اسمه area section من define area section. في shell section اللي هي البلاطة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. في area section 1 موجودة في قطاع given اهوت، برنامج مديهولي. بدل ما اعمل add new section من هنا وادخل له ابعاد، ممكن نعمل modify لده، ناخد ده كده ونعمل له modify. هو بدل ما هو اسمه area section 1 هنسميه مثلا slab 15 سنتي. السكنس بتاعته بنعملها هنا بوينت 15 في الممبرين، وفي البندنج بوينت 15. السكنس بدخلها في الممبرين وفي البندنج ثابته اللي هي تخانه البلاطه. ما بعدلش اي حاجه تاني هنا غير ان انا اعمل اسم السكشن بس والسكنس بس. اوكي كده عرفنا تخانه البلاطه او عدلنا تخانه البلاطه. نبدا نرسم البلاطات من قائمه درو. في عندي بولي اريا بيرسم بلاطه باربع نقط، سواء كانت مربعة او مستطيلة او اي شكل رباعي غير منتظم. في بقى درو ريكتانجلر اريا بيرسم بلاطة مستطيلة فقط بنقطتين، نقطة الكورنر اللي تحت ديت الشمال دي ونقطة الكورنر اللي فوق اليمين زي الاوتوكاد. او اللي هي الامر الاسهل اللي هو كويك درو اريا اللي هو بيرسم بنقطة واحدة بس بين اربع خطوط شبكة. نضغط عليها واختار القطاع بتاعي. لو انا عندي كذا بلاطة، انا ما عنديش غير بلاطة واحدة سلاب 15، ونبدا نرسم بين اي اربع خطوط شبكه مرسومين. نضغط كليك يروح جاي راسم البلاطات بتاعتي علشان اشوف البلاطه كلها. بالوانها في عندي حاجه اسمها فيل اوبجكتس، في حاجات انا نسيتها هنا متعمدا علشان نشوف فايده ايه في الاوبجكتس ده. لو انا جيت هنا من قائمه فيو وانا جوه الامر لسه ما طلعتش من فيو، سيت ديسبلاي اوبشنز، وفي جنرال هنا في حاجه اسمها فيل اوبجكتس. اهيت الفيل اوبجكتس ديت بتلون لي البلاطات اللي انا برسمها. لو علمنا عليها وعملنا اوكي او يظهر لك في حاجات ما اترسمتش فعلا اهي، اللي اترسم متلون. نعمل نكمل ديت ودي، والسلم طبعا مش هرسم فيه، هو مرسوم في 3 دايمنشن ده في السبيس، فانا هاخد الرياكشن بتاعه بس بحطه على كاميرا الدور. في عندي هنا بلاطه وبلاطه بتاعت البلكونه. كده نكون احنا خلصنا البلاطات المستطيله او المربعه. نعمل اسكيب ونجيب الامر الثاني اللي هو درو بولي اريا او كوادراتيك اريا، اللي هو بيرسم بلاطه باربع نقط، بلاطه عامه سواء كانت مستطيله او مربعه او اي شكل رباعي او حتى المثلث. ممكن نرسمه المثلث بثلاث نقط، لكن انا ممكن ارسمه بالامر اللي هو بيرسم باربع نقط ده، بس نطبق اخر نقطه على اول نقطه. نكبر على الحته دي كده ونرسم فيها بلاطه 1 2، دي النقطه الثالثه، والنقطه الرابعه اوقعها على النقطه الاولى تاني. نيجي برضو على الجزء ده كده نكبره، نرسم هنا بلاطة من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي، ده الجزء كده. ما ينفعش ارسمها كلها على بعضها لان لازم البلاطات تبقى كلها كونتينوس، ما ينفعش اعمل قطعة واحدة كبيرة كده وقدامها كمان قطعتين صغيرين. لازم البلاطات الشرايح تبقى كلها عرضها واحد في اتجاه اكس او في اتجاه واي، يبقى ده حقق الكونتينيوتي. فانا لازم القط النقطه دي اللي هي لما باجي عندها بالماوس ما بتنورش زي دي كده، بتلقط نقطه اهيت اللي هو الاو سناب شغال عندها، تقاطعات الايه خطوط الشبكه او تقاطعات اللي هو عند النقط. فانا عايز اظبط الانترسكشن. في هنا حاجه اسمها او سناب برضو انترسكشن، لو نشطناها وجينا رسمنا بدرو بولي اريا من النقطه دي للنقطه دي للنقطه دي للنقطه دي، يبقى انا كده رحت جاي راسم البلاطه بتاعتي. وبرضو نكمل من هنا لهنا، دي النقطة التانية، النقطة التالتة اهيت معايا، والنقطة الرابعة نطبقها على النقطة الأولى تاني. بكده نكون احنا خلصنا رسم جميع البلاطات. باقي إني أحط السبورتس بتاعتي. أحط السبورت بإني أختار النقط اللي عندي زي ما هو باين في البلان هنا، نختار النقط اللي عندها السبورتس.
دول كده 14 بوينت سيلكتد اهم، اللي هو عدد الأعمدة اللي عندي، ونعمل assign joint restraint hinged. حطيت السبورتس بتاعتي، باقي ان اعرف حالات الاحمال ونحط الاحمال بتاعتنا من قائمة define load cases. في عندي حالتين تحميل، عندي dead ولايف. الديد عندي موجوده، البرنامج بيحطها لي اوتوماتيك، وحاطط لي فيها السيلف ويت ملتي بلاير، نسيبه بواحد علشان هو يحسب الاون ويت ويضيفه لوحده. نعمل احنا هنا حاله تحميل ثانيه اسمها لايف، اسمها لايف لود، والتايب بتاع الديزاين بتاعها لايف، والسيلف ويت ملتي بلاير بتاعها صفر. ونعمل هنا اد نيو لود، كده عندي حالتين تحميل، في ديد وفي لايف. كده في عندي الديد واللايف موجودين اهم. نعمل اوكي. في عندي بقى الاحمال اللي هنحطها، احمال على البلاطات واحمال على الكاميرات. بالنسبه لاحمال البلاطات نخلص منها الاول، لو اخترت المنشأ كله اول، طب ما انا كده اخترت بلاطات واخترت كاميرات، مش مشكله عندي. انا هعمل assign اريا لود ولا فريم لود ولا جوينت لود، اللي انا هختاره هو اللي هيتحط على احمال بس، حتى لو انا مختار المنشأ كله. عملت assign اريا لود يونيفورم شيل، يعني احمال على الشيل اللي انا كنت راسمها من قيمه شويه دي، يونيفورم لود طن على المتر المربع. اللود كيس بتاعتي هحطها في الديد ولا في اللايف؟ اه في عندي احمال في الديد وفي عندي احمال في اللايف. نحط الديد الاول. الديد لود بتاع البلاطه عباره عن وزنها، والساب هياخده لوحده الاون ويت، احنا سبناها هياخده. واللايف والكفرنج برضه ديد لود، اللي هو قيمته 15 من 100، يبقى نحط الكفرنج 15 من اللي هو 150 كيلو جرام على المتر المربع. حطيت كده الكفرنج في الديد لود، والاون ويت برضه في الديد لود هو هيحسبه لوحده مش هضيفه انا. وفي اتجاه الجرافتي لتحت اوكي، كده حطينا الديد لود. ونعمل برضه اول، نختار البلاطات كلها ونعمل assign اريا لود يونيفورم شيل. ونعمل في حالة اللايف لود، اه في لايف لود عندي جيفن في المسألة بوينت 2، ده منشأ سكني، يبقى انا كده حطيت اللايف لود كمان. في ديد لود على البلاطة ولايف لود، لو عملت كليك يمين على أي بلاطة كده وجبت اللودز بتاعتها يقول لي اه في الديد لود 15 من 100 في اتجاه الجرافتي، وفي في اللايف لود برضه 2 من 10 في اتجاه الجرافتي، يبقى كده كل البلاطات عليها أحمالها. باقي عندي أحمال الكاميرات اللي هي الحوائط. الكاميرات بتشيل جزء من البلاطه اللي جنبها، وكده كده الساب هيحل ويديها نصبها، بتشيل كمان وزنها، والساب برضه هيحسب وزن العناصر كلها ويحطها على حاله الديد لود، زائد كمان الجزء الثالث اللي الكاميرات بتشيله في اي منشا اللي هو وزن الحوائط اللي عليها. وزن الحوائط احنا حسبناه حسب ارتفاع الدور، اهو الوول لود بيساوي التي وول في الاتش وول في الجاما بريك. التي وول عندي هو قال لي نص طوبه 12 سنتي 12 من 100 متر. في اتش وول هو قال لي ارتفاع الدور 3 متر والكاميرا سقوطها نص متر، يبقى انا عندي الارتفاع الصافي بتاع الحيطه 2 متر ونص. في الجاما بريك ب 1.8 يطلع وزن الحوائط كلها بوينت 6 طن على المتر الطولي. يبقى انا هختار الكاميرات كلها ونعمل assign فريم لود، بقى مش اريا لود، ديستريبيوتد. في الديد لود نحط حاله الحوائط اللي هي بوينت 6، او قيمه احمال الحوائط اللي هي بوينت 6. اوكي كده حطينا الاحمال على الكاميرات كلها. باقي ان انا احط كمان حمل اضافي على كاميرا السلم، لان في السلم ده بيشتغل زي ما هنشوف كده. السلم اهو عباره عن قلبتين، السلم ده عباره عن قلبتين، حمله بيروح على منسوب الدور وعلى منسوب نص الدور. هو كده بلاطه وان واي تروح على الدور ومنسوب نص الدور. فلو انا افترضت ان حمل السلم بما فيه من الديد واللايف والكفرنج واحمال الدرجات والحاجات دي كلها 1.2 طن على المتر المربع، حمل المكافئ للسلم ديد ولايف على الهوريزونتال بروجيكشن 1.2 طن على المتر المربع، يبقى نصيب كل كاميرا هيشيل دبليو ال على 2. الدبليو اللي هي 1.2 اهيت في ال ال اللي هو طول بحر السلم 4 متر وربع اللي هو الطول ده 4 وربع، يبقى دبليو ال على 2 علشان نصه هيروح على منسوب الدور ونصه هيروح على منسوب نص الدور. انا في البلان هنا ما برسمش منسوب نص الدور، انا برسم منسوب الدور بس. يبقى انا كده هحط على الكاميرا اللي هي على اليمين دي اللي هي في منسوب الدور
زي ما هي جيفن عندي هنا، كاتب لي ده منسوب الدور وده منسوب نص الدور. منسوب نص الدور مش ظاهر عندي، فانا هختار الكاميرا دي. طب ما انا جيت اختار الكاميرا ديت لقيتها كلها على بعضها. طب انا عايز اقطع الكاميرات ديت عند التقاطعات. انا كنت الاول بقول مش مهم نرسم كل قطعه لوحدها، في الاخر ممكن نعملها بامر ديفايد فريمز ونقسمها. نعملها ازاي؟ اني اختار كل حاجه اول واديت ديفايد فريمز بريك ات انترسكشنز. يعني انا هعمل اختار الفريمات كلها والنقط والبلاطات وكله، واقول له قطع لي بقى الفريمات ديت عند اي تقاطع بين فريم وفريم، او اي عند اي نقطه، او اي تقاطع بين الفريم والبلاطه. اوكي كده هو راح جاي يعمل لي دي قطعه لوحدها ودي قطعه لوحدها ودي قطعه لوحدها وهكذا. انا هحط بس على الجزء ده حمل اضافي اللي هو قيمته قد ايه اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي، اللي هو 2.5 طن على المتر، اللي هو الاديشنال بيم لود من الستير. يبقى ده الحمل اللي هيجي من السلم على بلاط على كمرة منسوب الدور اللي هو 2.5 طن على المتر. نختار ديت ونعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد، بس لازم نحطها اد لان انا حاطط عليها حمل حيطه من قيمه شويه، زائد كمان حمل قلبه السلم اللي هو قيمته 2.5. نعمل اوكي. يبقى انا لو جبت في 3 دايمنشن كده هنلاقي الكاميرا ديت شايله احمال اتقل من الاحمال من الكاميرات التانيه كلها. نجيب الاكس واي تاني كده. خلصت الاحمال بتاعتي، وفي جزء لسه ما اتحطش اللي هو حمل السور بتاع البلكونه ده. مفيش في البلاطه حمل لاين لود، فالحل ان اعرف قطاع كاميرا صغير جدا ونعمله سور بلكونه ونحط عليه حمل السور اللي هو 25% من قيمه ديفاين فريم سيكشن، ونعرف قطاع ريكتانجلر صغير جدا وهمي هنسميه قطاع وهمي ضمي، والدبس بتاعه ملي في ملي والودس بتاعه ملي كده. قطاع صغير جدا، مجرد بس ان احط عليه حمل السور بس، واروح جاي راسم بامر درو فريم واختار القطاع بتاعي اللي هو الضمي ده وارسمه على حدود البلكونه بتاعتي واختاره واعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد. في حاله الديد لود في حمل قيمته 25%، انا افترضته اللي هو حمل سور البلكونه، هي عباره عن حيطه ترابزين صغير كده ارتفاعه متر. اوكي في 3 دايمنشن هيظهر لي ان هو اتحط عليه احمال صغيره قوي، اقل من الاحمال اللي جوه اهو. ده 0.6 اللي هي احمال الحوائط الثانيه، وده الحيطه الصغيره اللي عند السور 25%. خلصت كده الاحمال بتاعتي وحطيت كمان الركايز. بعد كده المفروض ان انا عايز اقسم البلاطه لمجموعه قطع علشان تزود الدقه بتاعه النتائج بتاعتي. نقسمها من قائمه اديت ديفايد اريا، بدل ما كل بلاطه ليها 4 نقط بس كده، لا انا هروح جاي مقسم بلاطه 5 قطع او 6 قطع. انا وليكن هفترض ان انا القطعه بتاعتي مش عايز ازودها عن نص متر، فانا هختار البلاطات المستطيله والمربعه الاول، لان في امر بيقسم البلاطات المستطيله والمربعه وسهل جدا. بقول له قسمها لي مثلا وليكن من مضاعفات النص. دي بلاطات كده المستطيله والمربعه، وسيب البلاطات اللي هي الاشكال الثانيه ديت هنقسمها بامر تاني. اخترنا البلاطات ديت ونقول له هنا edit divide area، يعني اقطع لي البلاطات. في الاوبشن الاولاني بيقول لي اقطعها لك بالنمبر، يعني نقطع كل بلاطه مثلا قطعتين في قطعتين، يعني البلاطه دي مثلا الكبيره دي يقطعها لي قطعتين كده، يعني يروح جاي قطعها من النص كده، بقت في اتجاه اكس بدل ما هي حته واحده بقت حتتين، وفي اتجاه واي برضه بدل ما هي حته واحده بقت حتتين. يبقى العدد الاولاني ده في اتجاه اكس والعدد الثاني ده في اتجاه واي. لا ما كده الحته ديت هتطلع حتتين صغيرين، دي حته صغيره ودي حته صغيره ودي حته كبيره ودي حته كبيره، فالدقه مش هتبقى عاليه برضه عندي. انا عايز اخلي تقريبا كل القطع قد بعض، فالحل ان اشتغل بالاوبشن الثاني اللي هو الثاني في التقسيم ده. بقول له قسمها لي بالماكسيمم سايز بالمقاس، قول له قسمها لي في اتجاه اكس بنص متر وفي اتجاه واي برضو كل نص متر اعمل لي ايه تقسيم. وليكن هنعمل بالمقاسات ديت ونعمل اوكي. هنلاقي القطعه كلها تقريبا بقت قد بعض وكلها كونتينوس وكل الشرايح ماشيه قدام بعضها. لسه في بقى الحالات اللي هي الصغيره، المثلث ده
المثلث ده احنا ممكن نقسمه، لو قسمناه بالنص متر في نص متر هيطلع بايظ. فاحنا الحل ان احنا هنقسمه بالعدد. المثلث ده لازم يبقى العدد بتاعه الشرايح بتاعته في الاكس اللي جايه اهي 3 قطع اهي، وفي الواي برضو ايه 3 قطع اهيت. فهروح واخدينه نعمل له ايديت ديفايد اريا بالعدد بقى احسن، نقول له ده 3 قطع في 3 قطع ونعمل اوكي، بحيث يبقى كونتينوس مع الناس اللي جايه من هنا اللي فوق دي، وبرضو الحاجات الافقيه ديت برضو شغال معاها. برضو الجزء ده نقسمه دي، وليكن انا عندي في اتجاه اكس ممكن افرض اي عدد، هنا هنقسمه مثلا قطعتين، وفي الواي هو لازم يبقى 3 قطع عشان يمشي مع اللي جنبه، فنختار دي ونعمل ايديت ديفايد اريا قطعتين في اكس و3 في واي اوكي، لقيناه كده بقى كونتينوس مع اللي جنبه. وديت بقى انا بقيت مجبر على عدد 2 في اتجاه اكس عشان يمشي مع اللي فوق، و5 في اتجاه واي عشان يمشي مع اللي جنبه ده. يبقى ايديت ديفايد اريا 2 في 5 ونعمل اوكي. بكده نكون خلصنا تقسيم البلاطات كلها. لاقي عندي اني احط سبورت في المكان ده، ما انا كنت حاطط سبورت عمود اهو، لكن في الاصل هو العمود ده كبير شويه، مش عمود صغير كده مش نقطه واحده، ده العمود جيفن عندي في البلان الانشائي انه طوله متر، يعني من الاول هنا للاول من هنا لحد هنا. بس انا مش عايز احط في البرنامج كذا سبورت، ممكن احطها كذا سبورت وصح، اعمل سبورت هنا وسبورت هنا وسبورت هنا، بس ما كنتش اعرف اعملها من الاول لان ما كنتش لسه قسمت، يعني النقطه دي ما كانتش موجوده عندي في الاول. بعد ما قسمت البلاطه نص متر ونص متر ونص متر بدا يظهر لي ايه النقط الصغيره اللي جوه دي. فالحل اني بدل ما اعملهم 3 نقط او 3 سبورتس، اني اعمل سبورت واحد وربط دول فيه، اعملهم بادي واحد، بحيث ان دول النقطتين دول يرموا برضو الرياكشن بتاعهم عليه، ويظهر في الاخر سبورت واحد عليه رياكشن واحد مكافئ للثلاث نقط دول. فانا عايز اجمدهم مع بعض يبقوا كتله واحده او جسم واحد. الثلاث نقط دول هنعمل لهم، بس بحيث الاول لازم يكون في الاول سبورت اتعمل منهم، يعني على الاقل واحد سبورت منهم والباقي يتربط معاه. فنعمل الثلاثه مع بعض الساين جوينت، حاجه اسمها كونسترينت مش ريسترين. ريسترين في الاول بنعمل بيه السبورت الاولاني ده اللي هو هنا ده، وبعد كده بعمل كونسترين معاه الساين جوينت كونسترين، واقول له انا عايز بادي كونسترين، اد نيو كونسترين ده اسمه بادي 1 وليكن، ونشيل الروتيشن دول انا عايزه يشتغل في الترانسليشن بس، ديت هنجد ما بتشيلش مومنت خلاص، يبقى الترانسليشن بس هي اللي نشطه، لو شغلت الروتيشن هيطلع لي نتائج مش مظبوط. ونعمل اوكي ونعمل اوكي، كده هيظهر لي ثلاث نقط خضر، هم بيقولوا ان الثلاثه دول كده مربوطين مع بعض بالسبورت ده، مفيش غير سبورت واحد هنا، والثلاثه دول هم كلهم كانهم هم السبورت ده. خلصت كده توصيف المنش وحطيت الاحمال، باقي ان اقلل مقاومه التورشن بتاعت الكاميرات علشان ما يطلعش عليها تورشن، عايز اهمل الكومباتيبلتي تورشن اللي في الكاميرات ديت. فهنختار كل الكاميرات ونعمل assign frame، في حاجه اسمها بروبرتي موديفايرز. بروبرتي موديفايرز دي بتعدل الخواص بتاعه الفريمات او الستيفنس بتاعتها الكاميرات المرسومه عندي دي. اقول له انا عايز التورشنال كونستانت لو سمحت قلله لي، بدل ما انت تاخده زي ما هو لا اضربه في سكيل 0.0001، يعني خد التورشن ستيفنس بتقريبا صفر اوكي، بحيث ما ياخدليش على الكاميرات ديت تورشن، ما يطلعليش تورشن مومنت دايجرامز واعمل تشيك عليه، لان التورشن اللي هنا هو غير ضروري للالتزام، يعني زي ما الكود بيقول ان الكومباتيبلتي تورشن ممكن الواحد يهمله، بس تهمله في الاناليسز وتهمله برضه في التشيك بعد كده، ما ينفعش انك تاخده في الاناليسز وبعد كده تهمله. كده خلصنا توصيف المنشأ، ممكن بعد كده نحفظ الملف باسم سوليد سلاب وليكن، حفظنا الملف وبعد كده نبدأ نحل ونلغي حالة المودل ديت، هيشتغل عندي الديد واللايف بس، نعمل ران ناو. اوكي نكبر المنشأ بقى عشان نشوف ايه النتائج. كده ظهر عندي الديفورمد شيب نتيجة الحالة الديد لود، مكتوب لي هنا الديفورمد شيب نتيجة الديد لود، لو وقفت على اي نقطة كده يقول لي ده الديفورميشن بتاعها يو 3 ناقص 0.001، يعني دي نزلت 1 مللي.
طيب انا عايز اشوف الديفورميشن نتيجه اللايف لود، نقول له ديسبلاي شو ديفورمد شيب نتيجه اللايف لود. اوكي لو وقفت برضو هنا يطلع لي الديفورمد شيب اهو، اليو 3.0004 متر، يعني 4 من 10 مللي، وهكذا. طب انا عايز اطلع النتائج بتاعتي اللي هي ديد ولا لايف، انا عايز اطلع النتائج بتاعتي اللي هي الرياكشنز، واطلع المومنت على الكاميرات وعلى البلاطات والشير اللي على الكاميرات برضو عشان اعمل عليها تشيك. عايز اطلع النتائج دي كلها التيميت بحيث اشتغل بنظريه الليميت ستيت او بالالتيميت ديزاين ميثود. فممكن نعمل هنا نتائج التيميت، اقول له طلع لي بدل ما تطلع لي الديد لوحده واللايف لوحده، لا طلع لي من قائمة define combinations، نعمل add new combination. انا عايز تجميعة جديدة بدل ما هي dead و live، لا ده انا عايز 1.5 dead زائد 1.5 live اللي هي limit state او ultimate load. الكومبينيشن دي هنسميها ultimate، هي تبقى جمع جذري linear add للdead load بسكيل 1.5 نعمل add، واللايف لود برضه بسكيل 1.5 نعمل اد. يبقى انا كده عندي الديد لود مضروب في 1.5 واللايف لود مضروب في 1.5، اتجمعوا على بعض لينير اد جمع جذري اهم، بقى اسمهم التيميت. نعمل اوكي اوكي. بعد كده نظهر النتائج ديسبلاي شو فورسز وستريسز الجوينتس بتاعتي، الاقي في ديد ولايف والتيميت كمان اللي انا ايه لسه حاسبها من قيمه شويه ديت لسه عاملها. نعمل اوكي اظهر، تلاقي الرياكشنز عندي ظهرت اهيت، لو عملت كليك يمين على اي نقطه يطلع لي الرياكشن ده 8.4 طن على المتر، طن اللي هو الرياكشن الراسي في اتجاه زد، برده النقطه ديت 12، ده هو الرياكشن الالتيميت بتاع العمود ده في الدور الواحد. لو انا عندي 10 ادوار مثلا هنضرب الايه ال 12 طن ديت في 10 ادوار في 1.1 علشان ناخد وزن العمود معانا في الاعتبار، وبعد كده نصمم الاعمده بالمعادله بتاعت الكود. نبدا نظهر كمان العزوم على الكاميرات من قائمه ديسبلاي شو فورسز وستريسز فريمز في ام 3.3 وشير 2.2 واكسيال فورس. المومنت 3.3 هنظهره بس نشيل الفيل ديت ونقول شو فاليوز ونتيجه الحاله الالتيميت برضو، نعمل اوكي. كده ظهرت المومنت بس البلاطات خافيه للمومنت، ممكن نخفيها هي ونظهر المومنت بس من علامه الصح ديت برضو. نيجي نقول له هنا ايه الاريا بتاعتي نوت ان فيو، يعني شيلها لي من الايه من الشكل اللي عندي ده. اوكي ظهرت عندي الكاميرات بس كده. لو انا عايز اكبر السكيل بتاع المومنت شويه ممكن برضو من ديسبلاي شو فورسز وستريسز الفريمز المومنت ام 3.3 ونجيب بدل ما السكيل اوت ونخلي السكيل فاكتور هو كان السكيل 5 من 100 نخليه وليكن 1 من 10. اوكي هو مش هيغير القيم، هو هيغير الشكل، هيكبر العزوم بس شويه الشكل بس. عايز اشوف العزوم في اتجاه اكس، هنجيب فيو ست 3 دي فيو اكس زد ونرفع الفيجن شويه بدل ما هو صفر نخليه 45، يبقى فيو ست 3 دي فيو اكس زد ديت، ونرفع الاليفيجن نخليه 45 درجه، والابريتشر ديت اللي هي زاويه ميل الرؤيه اللي جوه صغيره دي نخليها صفر، ونعمل اوكي. كده هو ظهر لي كده الكاميرات بس اللي في اتجاه اكس اهيت، دي موازي الاكس، الكاميرات اللي عليها ايه عزوم ديت موازي الاكس، والكاميرات اللي في اتجاه واي مش مرسوم عليها حاجه. نجيب العزوم برضه في اتجاه واي بنفس الطريقه كده، بس نلاحظ في اتجاه اكس ان في الكاميرا دي مع انها كاميرا سيمبل بيم الا ان عليها عزم سالب هنا في الاخر. لما الاقي كاميرات كده سيمبل بيم وعليها في الاخر عزم سالب كده، دي ليه؟ هي صح مفيش مشكله فيها، بس ده نتيجه اتصال الكاميرا مع البلاطه المجاوره ليها. هي مفيش كاميرا متصله معاها ولا حاجه، بس هي في بلاطه متصله بيها اللي هي البلاطه اللي في الصالون اللي هنا ديت او في السفره ديت. فالحل ان افتح الحل تاني، نفتح القفل بتاع البرنامج ونختار الكاميرا دي ونقول له assign frame release وحرر لي المومنت 3.3، وتعالى نحل تاني كده ونشوف النتائج. نشوف البندنج مومنت الالتيميت، كده بقت ايه
سيمبل بي ما هي فعلا ما عادش في عندها عزم في البداية ولا في النهاية، العزم في النص بس اهو 3.21 طن متر ألتمت. وهكذا اي كاميرا برضو احس ان هي المفروض ان يطلع عندها عزم في البداية بصفر او في النهاية بصفر، نختارها ونحرر لها قيمة العزم بتاعها. دي العزوم في اتجاه اكس، العزوم برضو في اتجاه واي نجيبها بنفس الطريقة من فيو سيت 3 دي فيو، بدل اكس زد المرة اللي فاتت عشان نشوف الكاميرات الموازية لاكس نجيب واي زد علشان نشوف الكاميرات الموازية لواي، بس هنرفع الاليفيجن شوية، انا ما بلعبش في البلان خالص علشان اشوف الكاميرات نجيب الفيو سيت 3 دي فيو، يا اما اكس زد يجيب لي الكاميرات الموازية لاكس يا اما واي زد يجيب لي الكاميرات الموازية لواي، واغير الاليفيجن بدل ما هو صفر هخليه 45 والابرتشر دايما بصفر عندي. كده هو راح جاي لفف لي المنشا، جاب لي الكاميرات الموازيه الواي اهيت، ده كده محور واي اهو، دي كلها كاميرات موازيه الواي، بحيث ان انا اطبع رسمتين معايا الكاميرات الموازيه الاكس اهيت، الكاميرات الموازيه الواي اهيت، دي قيم العزوم عليها. الكتابه بتاعت الفونت بتاعها صغير، ممكن نكبره من اوبشنز بريفرنس دايمنشنز، انا كبرت شكل العزم اهو، السكيل بتاعه كويس باين اهو، لكن الكتابه من اوبشنز تاني، من اوبشنز بريفرنسز دايمنشنز، واجيب المينيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هو 3 نخليه وليكن 6، الماكسيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هو 8 نخليه مثلا 12، نعمل اوكي. كده كبرنا الفونت شويه، بدا لما جيت انا عملت برنت دلوقتي كده ممكن اطبع الاقي القيم بتاعتي ظاهره وابدا اصمم الكاميرات. برضو الشير هظهره بنفس الاسلوب، برضو من هنا الشير 2 2، اوكي دي قيم الشير بس هي كده مقلوبه، لو انا عايز اعلي هو الشير كده كده مش هيفرق معايا سالب او موجب، انا بعمل تشيك على القيمه فقط، فمش مهم ان انا اقلب اشاره الشير. برضو عايز اشوف في الاتجاه الثاني فيو سيت 3 دي فيو اكس زد، واخلي الاليفيجن ب 45 درجه او ب 35 درجه ازوده شويه يعني. كده انا طلعت الايه الكاميرات الموازيه الاكس، الشير عليها اهي والمومنت برضو عليها اهو ام 3، يبقى انا هظهر ام 3 وشير 2، والاكسيال فورس مش هتلاقي عندها قيم لان الاحمال عندي كلها عموديه على المستوى ده، مفيش اي احمال اكسيال في اتجاه الاكس واي بلين. كده نكون خلصنا العزوم بتاعه الكاميرات والشير بتاع الكاميرات، وطلعنا برضو الرياكشن بتاع الاعمده. باقي عندي البلاطات بس، نظهر البلاطات تاني بعد ما خفتها من علامه الصح دي، نقول له الاريا بقى شيلها تاني، ظهرها تاني بقى، نشيل نوت ان فيو دي، اوكي لسه ما ظهرتش، لازم ننشط الشاشه ونجيب الاكس واي بلان. جاب الاكس واي بلان تاني اهو، عايز اظهر العزوم على البلاطات ديت في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، العزم في اتجاه اكس اسمه ام 1 1، في اتجاه واي في اتجاه اللوكال اكسس 2 اللي هو ام 2 2. نجيبها من هنا علامه الصح الصغيره دي، نقول له وريني الشيلز البلاطات في ام 1 1 وام 2 2 نتيجه الحاله برضو الالتيميت اللي انا شغال عليها. نجيب الام 1 1 في اتجاه اكس، العزم ده اه ده اللي انا هسلح عليه البلاطه واحط الشبكه اللي هي في اتجاه اكس، تسليح في اتجاه اكس، لو وقفت على اي نقطه كده وعملت كليك يمين، نكبر شويه علشان تلقط النقطه، من غير ما اعمل كليك يمين ممكن هو يظهر لي القيم سالب او موجب في نص البحر، دي خطوط كونتور بيقول لي العزوم هنا بكام، لو عملنا كليك يمين على البلاطه برضو يطلع لي قيمه العزم اللي فيها في اتجاه اكس. في اتجاه واي برضو هنا شيلز ام 2 2، انا ما بظهرش على البلاطه غير ام 1 1 وام 2 2، نعمل اوكي. دي العزوم في اتجاه واي اللي انا هسلح عليها الشبكه الرأسيه اللي هي في اتجاه واي، انا مش همشي قطعه قطعه واسلح البلاطه، انا هبدا افرض تسليح للبلاطه وليكن 6×10 في المتر زي ما فرضنا هنا، فرضت تسليح 6×10 في المتر في الاتش دايركشن في الاكس وفي الواي، نحسب المومنت اوف ريزيستنس بتاع التسليح ده اللي هو اريا ستيل في الاف فيلد في الدي في الجي، لان انا عندي الاريا ستيل بتساوي الام التيميت على الاف فيلد في الدي في الجي، فنطلع المومنت الالتيميت اوف ريزيستنس بالراجع بيساوي اريا ستيل في الدي في الجي في الاف فيلد، الاريا ستيل 6×10 اللي هي 6.785 اللي هي مساحه السيخ في 10، في الدي اللي هو 12.5 لان البلاطه تخنتها 15 سم شيلنا كفر 2.5 سم، في الجي اللي هو فرضته 0.8، في الاف فيلد 3600 اللي هو الحديد الهاي جريد، طلع العزم بتاعي بعد ما قسمته على 10 اس 5 1.69 طن متر، يبقى العزم بتاعي البلاطه تقدر تشيل عزم سالب او موجب مقداره 1.69 طن متر. ندخل على البرنامج ونقول له لو في عزوم اكبر من كده يبقى انا محتاج ازود الحديد شويه، لو هي كلها في الرينج ده يبقى مفيش مشكله. نيجي نقول له هنا
بالنسبة للشيلز ديت في الام واحد واحد في عندي كونتور رينج المينيمم بتاعي السالب من ناقص 1.69 والموجب اخره 1.69، يبقى الرينج بتاعي اللي انا لسه حاسبه ده ندخله مرة بالسالب ومرة بالموجب، مرة في المينيمم ومرة في الماكسيمم، نعمل اوكي. هتلاقي الكونتور رينج اتغير عندي من ناقص 1.69 تحت اهو الى موجب 1.69. لو في عندي الوان زرقاء يبقى البلاطه ديت انصيف في الموجب، لو في عندي الوان بنفسجي او كده يبقى في البلاطه ديت انصيف في السالب، لا هلاقي في ازرق ولا بنفسجي. في عندي في العمود ده حته صغيره جدا هي اللي انصيف، وديت داخل محيط العمود فما فيش اي خطر منها لان انا واخد العمود نقطه، لكن العمود في الحقيقه عباره عن قطاع 30 في 60 او 30 في 80، فدي كلها تبقى بالنسبة لي سيف في اتجاه ام واحد واحد اللي هو في اتجاه اكس. برضو التسليح في اتجاه واي نجيبه ام 22 بنفس الرينج بتاعي لان الشبكة في اتجاه اكس 6 في 10 وفي اتجاه واي 6 في 10. هنلاقي برضو البلاطة كلها سيف ما عدا الجزء الصغير ده اللي هو عند العمود اللي في الركن، برضو هتلاقيه بالسالب انسيف بره الرينج بتاعي، مفيش خطر منه لانه عند العمود. بكده نكون خلصنا البلاطه السوليد سلاب، طلعنا الرياكشن وطلعنا العزوم وشيكنا على البلاطه وطلعنا العزوم على الكاميرات وعلى والشير على الكاميرات، ونبدا نصممها ونرسمها على الاوتوكاد. بقى ان شاء الله المره الجايه ان احنا نطلع الرياكشن على الاعمده ونصدرها على الاكسل ونصمم الاعمده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.